رجعناكم من جديد. هلا اخر اشي بدنا نعمل الدرس الالكتروني. اذا دخلنا على التربية الدينية لصف 10 باء. الدرس الالكتروني هيو موجود هنا. لما تضغط على الدرس الالكتروني بيعطيك هاي الصفحة، بتختار التاريخ، دائما يفضل قبل بيوم عشان الطلاب يحضروا حالهم. واذا احنا اليوم 19 بدك تحضر، اكيد الدرس بده يكون على الاقل ب20. بتختار الساعة اللي بدك اياها، يا اما من خلال الكتابة هون بتقدر تظللها تكتب الساعة 10 صباحا، واذا مش عارف تعملها من هون هي التاريخ، هي الوقت وهي التاريخ، هي التاريخ وهي الوقت من هنا. مدة الدرس قديش المدة بدك اياها؟ اقل اشي عندنا ربع ساعة. اختار لغة الدرس، موضوع الدرس اللي انت بدك تحكي عنه، قراءة من العهد الجديد. وهيك انت بتكون اعمل الدرس وبتعمل حفظ. ومباشرة عند الدروس الالكترونية تم تعيين درس، مدة هذا الدرس هي موجود هنا. طبعا هون ما راح يبين اشي، فقط هذا الدرس. ولكن اذا احنا بدنا نشوف الدروس الالكترونية، هي بتيجي هون وهي موجودات هنا. هدول الدروس هدول احنا امبارح عملناهم، لكن للاسف احنا مش قادرين نرجع ندخل عليهم كمان مرة. بتوقع لازم نحكي مع الشركة عشان نشوف كيف ممكن ننزلهم. هذا الدرس اللي احنا حطيناه من جديد، هذا المخطط، انه احنا مخططين لهذا الدرس بكرة. ولكن خلينا نعمل واحد بهذا الوقت اليوم، اللي هو احنا هنا 19، هنا بهذا التاريخ تاعنا. مدة الدرس خلينا نحطه ربع ساعة هاي هنا، ونحكي قراءة من العهد الجديد. خلينا بنفس الوقت حفظ. لما بتعمل هيك بهذا الوقت، لاحظوا هاي الدروس هنا الإلكترونية، لأنه حطيته بهذا الوقت اللي هو احنا هلا فيه، بيعطيك هنا انضم. فأنت لما تعمل انضم تدخل على الصفحة اللي بيعطيك إياها للدرس. أول ما بتدخل على صفحة الدرس، احنا كمعلمين راح يكون في إلنا مايكروفون، الطلاب لازم ياخذوا اللسن. ولكن حتى لو الطلاب اخذوا الميكروفون، انت بعدين بتقدر تتحكم وتسكر لهم الميكروفونات. بنعمل اوكي، بنعمل الاو لصفحة النت عشان تستقبل. بدخل هلا هيك على صفحة النت، عمله بتأكد هل كل اشي تمام، بتعمله يس. وهي هنا دخل على الصفحة، هاي الوايت بورد، هون اسم الاستاذ، الطلاب اللي بيدخلوا بيجوا هون، الطلاب بيقدروا يحكوا من خلال الشاتنج هون. انت عندك الوايت بورد هون بتقدر تتحكم فيه بالطريقة اللي بدك اياها. اذا بتضغط هون بتختار اذا قلم، اذا بدك ترسم اي اشي، وحتى تكست انت ممكن تعمل مربع وبعدها تكتب بالطريقة اللي انت بدك اياها وباللغات اللي بدك اياهم. وبعد ما تخلص هيك بكون في عندك موجودات. ما بدك هاي اللي هون بنقدر نحذف. هون بنعمل اندو اذا بدنا نرجع لباك، وهون اذا احنا بدنا نرسم اي اشي بدنا نحافظ على اي اشي ونمحيه مباشرة. بعديها طبعا هون في عنا سلايدات، اللي هو اكثر من لوح انت ممكن تشبك فيه حتى تدخل على الالواح. هون الخط بتختاره، وهون بتختار اللون اللي انت بتشوفه مناسب حتى انت تحكي او تكتب فيه ومن خلاله. اذا لاحظنا هذا اللوح هيك كاملة، هون الطلاب، هون الشاتنج اللي بيكون موجود. من خلال الضغط هون انت بتقدر تحفظ كل هدول الاشياء. من خلال السيتنج هون انت بتقدر تعمل ميوت لكل اليوزرز اللي موجودين حتى ما حدا يزعج وما حدا يعمل. طبعا كل واحد جديد بدخل بدك تعمل له ميوت من اول وجديد عشان تقدر تسجل. وبمجرد ما انت تخلص حصتك حتى لو بقبل من الوقت، بتقدر تضغط على الثلاث اسهم هذول اللي هنا وتعمل اند ميتنج او لوج اوت. بس لوج اوت بتطلع بتخلي الطلاب، فلازم تعمل اند ميتنج حتى تسكر الموضوع بالكامل. وهيك بتكون خلصت حصة الدين بالكامل. طبعا هون بالاضافة لكل هاي الاشياء، احنا في عنا بنقدر نضيف صور ومقالات اللي هي من خلال اشارة الزائد هون. بمجرد ما تضغط اشارة الزائد بتقدر تعرض عليهم اي اشي بدك اياه، صورة او ملف او اشي، بعدها بتعمل كونفيرم حتى ينزله هون، او حتى الفيديوهات اللي هو شير اكسترنال، بتحط اللينك اللي انت بدك اياه وبتعمل له شير، برضه بيطلع هون على السطح وبتقدر تحضره انت والطلاب كلكم مع بعض. بمجرد ما خلصنا بنعمل اند ميتنج وبحكي لك يس، هل خلص الحصة؟ نعم واوكي، وبرجعك على الصفحة الرئيسية. عبين ما يخلص هون بلتغي كلمة انضم، وهون بنلتغي وبصفي عندك زي هدول البيات موجودة. طبعا اي حصة انت ما بدك اياها بتقدر تعملها حذف مباشرة حتى ما تضلش موجودة عندك، وبتكون انتهت بالكامل. وهيك انت بتكون عملت حصة الكترونية واعطيتها للطلاب. اهم اشي انه انت لازم تحطها قبل بيوم عشان الطلاب يعرفوا. والاهم كمان ننتبه انه ما يكون في تضارب، انه اكثر من معلم لنفس الشعبة يفتحوا بنفس الوقت هذا الاختبار، لانه ما راح يلحقوا عليكم.
أتمنى أنه هاي الأمور تكون صارت واضحة. لأي سؤال لأي استفسار أنا جاهز في أي وقت. شكرا ونهاركم سعيد والله يعطيكم ألف عافية.